مرحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان. الجولة الأولى النهاردة بنتابع فيها معكم أهم وآخر الأخبار في شتى المجالات. منتظرين طبعا مشاركات حضراتكم. اللي عنده شكوى أو صور أو فيديوهات بترصد أي ظاهرة سلبية في كل أنحاء الجمهورية يبعت لنا على الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة. أبدأ معكم سريعا بأهم وآخر الأخبار. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس اليوم لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى متابعة مشروع قانون الاستثمار الجديد. أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني اجتماع مجلس الوزراء النهاردة وتفاصيل أكتر عندك. الحقيقة النهاردة الاجتماع يعتبر هذا هو الاجتماع الثاني للحكومة أو لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. طبعا كان في اجتماع يوم السبت والنهاردة بيختتم الأسبوع باجتماع آخر، وده طبعا بيؤكد على أهمية هذه الفترة وأهمية إنجاز من القضايا اللي الحكومة بتنجزها خاصة في مجال الاقتصاد. الحقيقة النهاردة يعني طبعا بالإضافة للملفات المعتادة اللي بيناقشها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والأسعار وغيره، إنما هناك اليوم يعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للاستثمار، وده بيأتي في إطار تحرك الحكومة لتشجيع الاستثمار بالخطوات اللي بتتخذ في مجال الصحة الاقتصادي. النهاردة مجلس الوزراء هيناقش مشروع قانون جديد للاستثمار. هذا المشروع القانون جاء بعد يعني تم إعداده على مدى أشهر، كان في حوار مجتمعي ما بين الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين. هذا المشروع يتضمن حوافز جديدة للاستثمار، سواء حوافز ضريبية أو غيرها أو للاستثمار في المحافظات والأقاليم أو غير ذلك. متوقع أن المجلس الوزراء يقر اليوم مشروع القانون ويرسله، طبعا في حال إقراره سيرسل على إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في زي ما قلت في إطار خطوات تشجيع الاستثمار. ممتاز. يعني المفترض أنه ينتهي إمتى؟ هو طبعا هو المجلس بدا مناقشه القانون، طبعا يعلن عنه بعد انتهاء المجلس. احتمال قد يكون في مؤتمر صحفي او بيان على الاقل باهم من خلال يعني متابعتك شايف في نيه للاسراع باطلاق هذا المشروع؟ طبعا يعني هو المشروع يعني معروض بالفعل النهارده، المشروع معروض بالفعل، لكن هل هيقرر ام لا ده اللي هيبان. انما هو المشروع معروض على مجلس الوزراء، هو من الموضوعات الرئيسيه المعروضه على مجلس الوزراء اليوم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان المتخصص في متابعة شؤون مجلس الوزراء. قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه بينوي خلال الجلسات المقبلة بدور الانعقاد الثاني للبرلمان تقديم طلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن ضرورة تطبيق قانون على محتكري السلع الأساسية ينص على تطبيق حكم الإعدام عليهم. مزيد من التفاصيل بينضم لي على التليفون النائب عبد الفتاح محمد. سياده النائب برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم، تحياتي لسيادتك والساده المشاهدين. تحياتنا يا فندم. طالب باعدام المحتكرين للسلع الاساسيه والاستراتيجيه. شوف بدايه عايز اكد ان اللي حاصل دلوقتي بس مش عمليه التجار الجشعين بس، احنا في حرب داخليه كلنا نعلمها مع الحرب الخارجيه اللي بيستغلها جماعة الشر وأعوانهم للتحضير لليوم اللي بيحضروه الجماعة الإرهابية يعني. إنما ده من ضمن المخطط للأسف الشديد، يعني في البعض بيسمع له. فأنا بقول أي حد بتلاعب بقوت الفقراء لابد من عمل تشريع قانون يبقى فيه إعدام لكل ما تسول له نفسه التلاعب بالسلع الفقراء. فأنا بأرجو بقى يعني، وده أنا هعمله على فكرة وهقدمه في البرلمان إن شاء الله، بس لما احنا لسه جايين أول امبارح، ده من ضمن مشروعات القوانين اللي احنا هنهتم بيها في المرحلة القادمة. يعني العقوبة تصل إلى الإعدام في حالة بقى إيه، لما يبقى تعطيش السوق بسبب تحضير ليوم زي يوم 11 ده اللي بيتكلموا عنه، وكمان عشان يحسسوا الشعب إن في يعني تدني في الخدمات والسلع الاساسيه للفقراء والخدمه والمواطنين. فانا باكد ان لابد ان يكون في تشريع يمنع ده بالقانون، يصل عقوبته الى الاعدام لكل اللي بيخزن بقى السلع الاساسيه الخاصه بالناس. فده شيء كلنا يعني انا اعتقد ان مش هلاقي في حد من الساده النواب يعترض عليه، لان كلنا عانينا في الفتره اللي فاتت وخلال يعني سلعه السكر. يعني انت اما تسال كده بقى لها كم يوم فيها اجل، هتلاقي 25 يوم العمليه دي ظهرت. طب اشمعنى الوقت ده؟ ما سالناش نفسنا
مين اللي ورا ده؟ الدولة عماله بتنزل في سلع ومنافذ بتزيد في توزيع السلع في الشوارع، الجيش والتموين منزلين بطريقة أو بأعداد كبيرة جدا. يعني إزاي العجز ده موجود؟ بتتلم كل هذه السلع من تجار يتبعوا جماعة الشر وبيخزنوها عشان يعطشوا السوق. طب إزاي دي دول يتسابوا؟ فلازم يبقى في قانون يمنع ده في اللي جاي، لأن كفايانا بقى التلاعب بقوة الشعب وبقوة الفقراء. إحنا تعبنا وإحنا كلنا عارفين إن إحنا في حرب داخلية وحرب خارجية ودعوة لتخريب هذا الوطن. الناس دي عايزة توصلنا لسوريا وتوصلنا لليبيا وتوصلنا للعراق وتوصلنا لليمن، لأن ده مخطط أمريكي كلنا قريناه وكلنا شفناه. يعني لما يبقى فيه 3/7 يعني كلنا عارفين هذا التاريخ. كان في بقى دعوة من الإدارة الأمريكية إن يبقى 5/7 إعلان مصر دولة إسلامية. هل إحنا دولة كافرة؟ ما إحنا دولة إسلامية. فأنا بقول للعالم كله اللي هو بيسمعنا دلوقتي من خلال القناة المحترمة بتاعة حضرتك، بقول له مصر لن ترقع، مصر باقية، وجماعة الشر دي لابد من إنهائها تماما، ولابد من تنفيذ الأحكام. ما نقعدش ننتظر تنفيذ الأحكام وتغيب علينا بالوضع ده. طول ما الناس دي موجودة في السجون، طول ما هتعمل دعوات للإرهاب، طول ما هتشتغل ضد مصر وضد القيادة السياسية في مصر وضد الحكومة وضد البرلمان، أما يبقى في دعوة لنزول الناس بالسلاح يوم 11 ده اللي بيدعوا ليه، يعني دول عايزين ايه؟ حرب أهلية؟ أنا بنقول للحكومة من دلوقتي أي حد يفكر إنه يتجمع في هذا اليوم يتم التعامل معاه طبقا للقانون. في قانون اسمه قانون التظاهر، على طول ننفذ هذا القانون. إنما أي تراخي مع أي حد في هذا الشأن يبقى إحنا اللي متسببين، إن إحنا بندي فرصة للجماعة الإرهابية إنها تنضم لناس زي ما حصل في 25 يناير، وإحنا كلنا عارفين كانت الناس نظرة ضد بعض الانتهاكات الخاصة بالشرطة. انضمت الجماعة بعد ما أعلنت إنها ضد هذه الثورة، انضمت ليها بعد ما لقت فيه فرصة متاحة. تمام. بقول لشعبنا العظيم أرجوك خليك وطني، حافظ على بلدك، ما تسمعش لهذه الجماعة والجماعات الموالية ليها. احنا كلنا شعب واحد مع جيشنا ومع شرطتنا ومع السيد الرئيس. صحيح. كل المشروعات اللي بيعملها عشان نشغل شبابنا. احنا يا فندم كنا ايام الرئيس مبارك كان الاحتياط النادي بتاعنا 36 مليار، في عهد مرسي وصل ل 12 مليار. النهارده احنا بعد كل المشروعات دي، بعد تولي السيد الرئيس السلطه، وصلنا ل 19 مليار، يعني داخلين على 19 مليار بنبني من جديد، وفي مشروعات، في تسليح للجيش الحمد لله، في تنويع للسلاح، في مشروع فيه 7000 طرق، كيلو متر طرق جديده، في 4 مليون فدان، بدانا بمليون فدان بيتم زراعتهم، يعني في مشروعات في قناه السويس وغيره اللي قالوا عليها ترعه، دي ناس بتدمر اي شيء جيد لهذا البلد. فانا بقول لشعبنا تكاتف مع القياده السياسيه، خلينا يد واحده مع الجيش ومع الشرطه. ومن ناحيتكم سياده النائب كمان لازم تعملوا على تفعيل تشريعات ناجزه، تشريعات تحقق امال وطموحات المواطنين وتفعل الرقابه في الشارع لمحتكري السلع او انا مع سيادتك تماما. كانت الاجهزه الرقابيه غايبه، النهارده الاجهزه الرقابيه بتشتغل وبتنزل وبتعمل ضبطيات كلنا، وبيتم الاعلان عنها عند سيادتك وكل القنوات المحترمه بيتم الاعلان عن الضبطيات اللي بتحصل. الاجهزه الرقابيه بدات فعلا تشتغل، واحنا بنتابع ده مع الساده المسؤولين في المحافظات، لان بالفعل احنا عرفنا ان في مخطط وادركنا ده تماما. لا في عجز كان في فعلا عجز في سلعه السكر، الحكومه نزلت دلوقتي الحمد لله، بقى في يعني استيراد من بره، بقى في عندنا الشركات بدات تضخ برضو في السوق، يعني الازمه دي هتعدي، وبقى انا بعتبرها باذن الله. احنا في عندنا ازمات مختلقه علينا ان احنا نخلي بالنا منها. شكرا ليك، شكرا ليك سياده النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنه القوى العامله بمجلس النواب. بتواصل الأجهزة الأمنية والرقابية جهودها لضرب احتكار السلع وضبط التجار المحتكرين ومصادرة المضبوطات وإعادة توزيعها على المواطنين. في القاهرة تمكن ضباط المباحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة للمباحث من خلال
حملاتهم التموينية لضبط محتكري السكر والسلع التموينية بقصد التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة. أصفرت عن ضبط عاملين بمخزن في منطقة المرج عثر بالمخزن على 300 طن سكر. بمواجهة المتهم اعترف أنه منذ حوالي 5 أشهر علم ببداية دخول البلاد في أزمة تموينية وأن سعر السكر هيتضاعف، فقاموا أشقاؤه بشراء الكمية المضبوطة وتخزينها لحين تفاقم الأزمة وزيادة السعر وطرح الكمية للبيع للاستفادة من فارق السعر الكبير. أمامكم الصور على الشاشة. في الشرقية تمكنت مباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من السكر المحلي إنتاج شركة النيل وشركة اسكندرية تقدر بحوالي 90,000 طن. 90,000 طن. قام اللواء هشام خطاب مدير مباحث الشرقية بقيادة مأمورية لضرب الأسواق السوداء. خليني أسمع تفاصيل أكتر من اللواء هشام خطاب. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. عايز أعرف تفاصيل أكتر يا فندم عن 90,000 طن تم ضبطهم، دي كمية كبيرة قوي. هو حضرتك لا، هي أصحح بس الرقم، هم حوالي 8,790 طن. يعني 9,000 طن مش 90. 9,000 طن مش 90,000 طن. تمام تمام، انا اسف. وده كميه كبيره جدا برضو، كميه ضخمه طبعا طبعا ودي طبعا. ودي حضرتك برضو دي 9,000 طن، ما يقرب من 9,000 تقريبا. قرابه 9,000 طن بالظبط كده. وهو اصلا دي شركه بتقوم بالتخزين لصالح شركات اخرى، وفي احدى الشركات اللي هي بتنتج المياه الغازية بتخزن في المكان ده كميات، لكن استهلاكها لا يوازي الرقم الضخم ده، وبالتالي يعتبر ده نوع من الاحتكار وحجب السلع، وبالتالي تم ضبط الكلام ده بالاشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان وضباط مباحث نزلوا وانتقلوا وضبطوا الكمية اللي حضرتك بتعرضها حاليا ديت. وتبين ان اصلا في شركات ليها بعض الحصص اللي هي بتصرفها من السكر، وهم الحقيقه بيبالغوا في بحجه ان ده احتياط استراتيجي ليهم، لكن طبعا بكميات ضخمه جدا زي ما حضرتك شايف كده، وده يعتبر مخالف للقانون يعني. تمام. دلوقتي يا فندم حضرتك شايف ان ده مخطط ولا القصه دي بشكل ممكن يكون فردي او تحركات فرديه كده يعني من بعض التجار؟ والله هي بيبقى الازمه ازمه ضمير اولا، يعني ازمه ضمير في المقام الاول. ازمه ضمير في المقام الاول، لان لما يكون احنا في عندنا بلدنا محتاجه في وقت احنا موجودين فيه ومحتاجه تضافر الجهود كلها، ونتيجه بقى جشع، سواء بقى الجشع ده جاي بقى من مخطط من غير مخطط، ففي الاخر ازمه ضمير. احنا نقدر نتحكم في الامور ديت لما يكون احنا عندنا الإرادة والرغبة، إحنا كمواطنين كلنا بصفة عامة، اللي عنده معلومة عن مكان يخطر بيها، التاجر نفسه المفروض في الظروف اللي زي دي بقى عنده الحس الوطني والانتماء اللي هو يقف جنب بلده في الظروف اللي إحنا فيها. تمام، يعني كل التقدير طبعا للجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيها، ومهم إن إحنا نعرض ده للناس علشان يشوفوا قد إيه في ناس ما عندهاش ضمير بتخزن أطنان، آلاف الأطنان، آلاف الأطنان من السكر علشان يتسببوا في أزمة وبعد كده يرجعوا ينزلوه تاني. أنا هنا بقى مش هتكلم عن المخططات والكلام الكبير قوي اللي بيتقال ده، لأن ده شغل جهات رقابية وتحقيقات وأمن وطني وأمن قومي. أنا بس بتكلم فكرة إن أنا بشيل حاجة بخزنها وعطش السوق عشان أرجع بيعها تاني بسعر غالي، وده يعني زيه زي الإرهاب كده، يعني بيضرب في حاجة الناس واستغلال حاجة الناس في سلع مهمة وسلع استراتيجية. في البحيرة تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن من ضبط 3 سيارات نقل بمقطورة محملة بكميات من السكر تقدر بحوالي 240 طن سكر بطريق وادي النطرون العلمين الدولي، وده بمعرفة كمين لرجال المباحث. تم التحفظ على السيارات والمضبوطات بمركز شرطة وادي النطرون تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة. ده في البحيرة. لو رحنا للدقهلية هنلاقي ان ضباط مباحث المطرية والجمالية ونبروه تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الارز والسكر داخل مخازن تجار السوق السوداء بلغت حوالي 255 طن
من الأرز الشعير بمركزي المطرية والجمالية، 13 طن سكر داخل مخازن ملك الثلاث تجار، 13 طن بقصد بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح كمان غير مشروعة. حضراتكم شايفين أمامكم الصورة من الوفد. لو رحنا للمنيا، تمكن ضباط مباحث التموين بمركز أبو قرقاص من ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز لدى التجار المحتكرين تقدر بحوالي 75 طن سكر، 25 طن رز خلال حملات تموينية استغرقت 3 أيام لضبط التجار المحتكرين. أمامكم كمان الفيديوهات على الشاشة. شكرا لوزارة الداخلية. الحقيقة احنا اتكلمنا على موضوع الرقابة واتكلمنا على الحملات وأين الداخلية وأين الرقابة وأين الحملات المفترض يقوموا بها لضبط المحتكرين والمتلاعبين في أقوات الناس وفي سلع رئيسية وفي سلع استراتيجية، وهم مشكورين مدونا بالفيديوهات في خلال بس اللي اتظبط ده الفترة اللي فاتت يعني فقط لا غير. لو رحنا لأسيوط هنلاقي إن في محافظة أسيوط تمكن كمان ضباط مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة من ضبط 82 طن رز و40 طن سكر وكميات كبيرة جدا من الزيت بعدد من المخازن لحجبها برضو عن التداول لإحداث أزمة لبيعها في السوق السوداء، وده خلال حملة شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة. ده كل تقريبا المحافظات في الدلتا في الصعيد في القاهرة. حضراتكم شايفين اللي بيحصل لا يقل بأي حال من الأحوال على وصفهم بالإرهاب، بغض النظر عن دوافعهم وبغض النظر عن الشكل الاستراتيجي يعني اللي بيشتغلوا بيه، إنما اللي حصل ده بمنتهى الوضوح والبساطة سرقة، سرقة للناس وسرقة لأقوات الناس والتحكم في سلع استراتيجية بغرض بيعها بأسعار مرتفعة وتعطيش السوق والناس تطلع تقول ما فيش سكر والسكر غالي. طبعا ما هو اللي موجود غالي لأن الموضوع القصة كده كبيرة، تضطر الدولة تنزل كميات وتضخ كميات كبيرة، البهوات ياخدوا ويحتكروا. ايه ده؟ ايه ده؟ بعد الفاصل راجعين تاني لحضراتكم، خليكم معانا. من جديد أهلا بحضراتكم. بنواصل معاكم دعوتنا لأعضاء مجلس النواب في المحافظات بالتواصل مع رجال الأعمال والمحافظين والجهات المعنية في الدولة لدعم حملة رد الجميل لبيع السلع الأساسية للمواطنين البسطاء بنص سعرها. ده مش معناه أن ده بيغني عن ده أو ده بيغني عن طريقة أخرى أو تحرك آخر، لكن هي من الأمور الإيجابية اللي احنا غطيناها وشفناها كنموذج إيجابي في محافظة الدقهلية. كل أسبوع بتنزل عربيات فيها كل السلع الأساسية والاستراتيجية بما فيها اللحوم والفراخ بنص الأسعار اللي موجودة، وبتوجه لمنطقة من المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظة الدقهلية. هم الحقيقة اتحركوا بشكل منظم جدا وده جاب نتائج إيجابية. مرة تانية بكرر أنا عارف إن مش هم الوحيدين، وعارف إن في أعضاء مجلس نواب كثر الحقيقة بيعملوا القصة ديت بشكل فردي، وبيروحوا لوزارة التموين وبيروحوا للجهات المسؤولة ويبعتوا يجيبوا عربيات للدوائر بتاعتهم، بيحاولوا كل واحد يعني إيه يتحرك بشكل أو بآخر، لكن كلما كان الموضوع بشكل مؤسسي ومنظم كلما جاب نتائج إيجابية جدا. بينضم لي على التليفون استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. استاذ محمود برحب بحضرتك. اهلا بك يا شريف، ازيك؟ ايه رايك في الفكره؟ بص، اي مبادره من شانها انها تساعد الناس او بمعنى ادق ان انت تحط ايدك في بق الناس الغلابه، اتصور ان ده كلام رائع جدا ويجب ان يعني كلنا نؤيده وكلنا نباركه ونساعد اذا ما يعني استطاع كل واحد فينا انه يقدم اي حاجه. هذا الكلام احنا على فكره في الدقهليه بنمد ايدينا لايديكم، واي حاجه يعني احنا موجودين في منافذ التوزيع اللحوم هناك، لو انتم محتاجين احنا ان شاء الله ننضم لهذه الحمله ونساعدكم ان شاء الله. احنا يعني هنقدم الحاجه اللي احنا نقدر نقدمها كجمعيه. يا ريت. تمام، مش كرجال اعمال يعني لو لدينا فائض ربح احنا كنا هنتنازل عنه
احنا في البقاليه على وجه التحديد كيلو لحمه السوداني بيتباع في المجمعات السمكيه ب 60 جنيه، البقاليه على وجه التحديد بتتباع ب 55 جنيه في المنافذ اللي بتشرف عليها الجمعيه. فمفيش فائض ربح، احنا يا دوب بنبيع حاجه مكيته، انما احنا على استعداد ان احنا نضخ كميات اكبر ونوصل لاماكن. على فكره احنا في الدقهليه واصلين للقرى ونجوع، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل مساعده المحافظ هناك، محافظ متفهم وواعي وعارف انه الحكايه محتاجه تحرك مسؤولين وتحرك شعبيين وتحرك المجتمع المدني. واتصور ان احنا خلال المرحله الجايه ممكن ننقل تجربه الدقهليه على وجه التحديد، لانه بامانه شديده هذه البلد فيها حاجه غريبه جدا، يعني لما يحصل يبقى فيها تجربه الغسيل الكلوي واللاج الكلوي بتاع الدكتور غنيم، لما يبقى فيها الناس بتوع الكبد. صحيح، فيها مبادرات، فيها مبادرات ايجابيه جدا. معاك حق، معاك حق يا استاذ محمود. انت عارف ان المنصوره دي ما عندهاش مشكله في حضانات الاطفال. تمام، للتبرعات اللي بتحصل عند الناس هناك، في كلام ايجابي الحقيقه، هي دي بلاد حلوه ويا ريت عدوى العدوى الايجابيه دي. وده اللي احنا بنحاول نعمله، يعني بنحاول ان احنا ندعم في اتجاه ان كل المحافظات تتحرك في هذا الاطار، ومش معناه ان المحافظات ما بتتحركش، ومش معناه ان عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط، بس بهذا الشكل المؤسسي المنظم وتضافر كل الجهود مع بعض والتنسيق مع بعض والتحرك بشكل واضح ومحدد بجدول أسبوعي واضح، ده الدقهلية تاخد فيه رقم واحد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. نروح بقى للأمريكان والدنيا اللي هيصة هناك ديت، والمرشحين اللي موجودين سواء كان المرشحة الأمريكية كلينتون أو المرشح ترامب، وتبادل الانتقادات والاتهامات في العالم كله الحقيقة بيتابع الاثنين مرشحين، وخصوصا ان هم هبطوا بالمستوى في انتقاد بعضهم. دي المناظرة الثالثة حيث قال فيها المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ان بوتين كان اكثر ذكاء من هيلاري كلينتون ومن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كل خطوة قام بها، ضاربا المثال بما يحدث اليوم في سوريا، فيما اتهمت هيلاري كلينتون بوتين بالتجسس على الولايات المتحدة. هم دخلوا كمان الروس في اللعبة وفي المناظرات، وقالت ان ترامب بيشجعه وانه كان يريد تدمير الناتو، وان ترامب بيسعى لطلب المساعدة من بوتين. نعرفه حيال ويكيليكس هو أن الحكومة الروسية قد قامت بأعمال تجسس ضد الأمريكيين، تسللوا إلى المواقع الإلكترونية والحسابات الخاصة لأشخاص لمؤسسات أمريكية، وبعد ذلك قدموا هذه المعلومات لويكيليكس من أجل أن تقوم بنشرها. هذا الأمر أتانا أو حصل من أعلى المستويات في الحكومة الروسية من أجل أن يقوموا بهذه العرقلة، وقالت 17 من وكالاتنا الاستخباراتية إذن أن هذه الأمور تهدف إلى عرقلة الانتخابات. ودونالد ترامب يوافق ويقر بأن الروس هم المسؤولون، ويوافق على ذلك ويقول أنه لم يحصل على مساعدة بوتين في هذه الانتخابات، وأنه يرفض التجسس الروسي على الأمريكيين الذي كان قد دعمه ووافق عليه في الماضي، ولكن هذا الأمر لم يسبق له مثيل في انتخاباتنا. إذن هنا دعونا نتحدث، رجاء أن قلنا أننا لن نسمح بالتصفيقات حتى نجعل المرشحين يركزان فيها. هي تريد حدودا مفتوحة والناس سيتدفقون إلى بلدنا، هناك ناس سيأتون من سوريا، هي تريد 55 ألفا من اللاجئين أكثر من أوباما بشكل كبير. يجب أن نوقف التطرف الإسلامي في هذه الدولة، هي لا تريد حتى أن تسمي التطرف الإسلامي باسمه كما فعل أوباما، هي تريد الحدود. يمكن أن نتحدث عن تريد الحديث عن بوتين الآن، إذا اتفقنا مع بوتين لا مشكلة في ذلك، إذا تحسنت العلاقات مع روسيا حول الإرهاب لا مشكلة في ذلك، هو لا يحترمها ولا يحترم رئيسها. ودعوني أقول لكم شيئا، نحن في مشكلة
كبيرة، لأن لدينا دولة لديها العديد من الرؤوس النووية و18 ألفا من الرؤوس النووية، وهي تقول من كل ما قلته ليس لديها أي احترام بوتين، ليس لديه احترام لها. يفضل أن يكون لديه دمية في سدة الرئاسة، ومن الواضح جدا أنك لن توافق على أن الروس قاموا باعتداءات إلكترونية على الولايات المتحدة الأمريكية، وأنك تدعم التجسس ضد الشعب الأمريكي، وأنك جاهز لأن تقوم بتلبية رغبات بوتين وتقسم وتفتت الناتو وتستمر بالحصول على المساعدة منه، لأن لديه طبعا تفضيل لك في هذا السباق الانتخابي، وهذه الحالة لم نشهد لها مثيل في الانتخابات السابقة الأمريكية. 17 وكالة استخباراتية مدنية وعسكرية كلها استخلصت وقالت أن أعمال أو الاعتداءات الإلكترونية حصلت من أعلى المستويات في الكرملين، وهي تهدف للتأثير على الانتخابات، وهذا أمر غير مقبول، وهو يحاول أن يقوم باتخاذ طرف. وأنا لا أقتبس، أقول هل تشكك في هذا الموضوع؟ 17 وكالة استخباراتية قالت ذلك، وهو إن كان يقول أنه يصدق فلاديمير بوتين، فإن هذه الوكالات الاستخباراتية التي قطعت على نفسها وعدا وأقسمت بحمايتنا غير صادقة. هي لا تحب بوتين لأنه أذكى منها، أذكى منها في العديد من القضايا مثل سوريا وفي العديد من القضايا. أود أن أسألك بشكل مباشر، المسؤولون في الأمن القومي قالوا إن روسيا كانت وراء هذه الخروق، حتى إذا كنت لا تعرف، هل تدين أي تدخل من روسيا في الانتخابات الأمريكية؟ نعم أدينها من روسيا أو أي دولة أخرى، طبعا أدينها. أنا لا أعرف بوتين، لم ألتقيه قط، ليس هو صديقي المفضل، لكن إذا تحسنت العلاقات مع روسيا سيكون الأمر لا مشكلة فيه. دعوني أقول إن بوتين تفوق عليهما هي وأوباما في العديد من الأشياء، الصواريخ. انظروا مثلا إذا الاتفاق الذي وقع، الروس قالوا وحسب العديد من التقارير لا يمكن أن سمح لهم بذلك، هم فعلوا حربا وتصرفوا فيها وهي لم تفعل ذلك. وهي انظروا إلى الشرق الأوسط، نحن أنفقنا 6 تريليونات دولار، ومع ذلك هم يستولون ويتحكمون في الأمور في الشرق الأوسط. هي قامت بأخطاء لم يسبق لأي إدارة أخرى القيام بها. حسنا، سأدعك تكملين، لديك 45 ثانية. أنا أرى أنه من المثير للسخرية أنه يقوم بالحديث عن الرؤوس النووية، هذا الشخص الذي تحدث ببساطة عن الرؤوس ودعم حصول المزيد من الدول على هذه الرؤوس، رؤوس كاليابان والمملكة العربية السعودية وغيرها يتحدث عنها الآن. ولكن مفاد الموضوع فيما يتعلق بالأسلحة النووية هو أن الرئيس الأمريكي عندما يعطي أمرا ينبغي تنفيذه. هناك 4 دقائق بين أعطاء هذا الأمر وإطلاق الرؤوس أو الصواريخ النووية، وكان هناك أشخاص كان لديهم هذه المسؤولية، وهم لا يثقون بأن يحصل دونالد ترامب أو أن يضع يديه على الرموز النووية. لدي 200 جنرال وأدميرال يدعمونني ويدعمون أفكاري، وبالنسبة لليابان والدول الأخرى نحن ندافع عن أمننا ونسخر لذلك ثروات ومنذ عقود. كما قلت، علينا أن نعيد التفاوض على الاتفاقات التي لدينا مع الحلفاء، لأنه لا يمكن أن ندافع عن اليابان وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الأخرى دون أن نعيد مراجعة هذه الاتفاقات. وانظروا، هي كاذبة، وأظهر
قالت أنها كاذبة في العديد، وهذه كذبة أخرى. أنا فقط أقطب أقوالك، لن تأتي بأي اقتباس حولي. فيما يتعلق بالتنافس النووي في آسيا، قلت تفضلوا استمتعوا بوقتكم ودافعي عن نفسك. أرجو منك أن تفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على السلامة في تحالفاتنا. دونالد ترامب يريد أن يشتت ويمزق هذه التحالفات ويقول أن ذلك سوف يجعل أمريكا أكثر أمنا. أنا سوف أعمل مع الحلفاء في آسيا، في أمريكا، في الشرق الأوسط وغيرها. داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية. أستاذة داليا، برحب بيكي، وكيف تابعتي المناظرة؟ مساء الخير يا أستاذ شريف، وشكرا لحضرتك. الحقيقة المناظرة أنا شايفة أنها لم تختلف كثيرا فيما يخص المشادات يعني معايرة بعضهم البعض بعلاقاتهم الشخصية. أنا عايز أسأل بس أستاذة داليا، هو الموضوع ده موجود على طول مع كل المرشحين، ولا دول بالذات بيمتازوا بأنهم زودوها شوية؟ لا طبعا مش موجود خالص، وكان دايما الابتعاد بالحياة الشخصية للمرشحين سمة دائمة في كل المناظرات اللي كانت بتحصل قبل كده. مش كده برضو يعني؟ اللي بنشوفه ده غريب جدا، غريب جدا، واعتقد انه يعني غير مقبول، وبيشير انه القادم أسوأ للاسف بالنسبه للامريكيين، مع الاسف اللي هيقوموا بالتصويت. فدي يعني شفنا ده تكرر هذه المره، لكن اللي كان الحقيقه مختلف او يعني اهميه المناظره دي تيجي من نهايه المناظره الاخيره. احنا بقى لنا اقل من 20 يوم على الانتخابات، الانتخابات يوم 8 نوفمبر، فخلاص يعني ابتدى كل الطرفين رموا كل الكروت اللي عندهم، ودلوقتي المناظرة دي كانت بمثابة الختام، ختام اللعبة قبل ما تحصل الانتخابات في خلال 18 يوم أو كده. الجديد كمان المرة دي أنه ترامب كان عنده ثقة أكبر، لأنه يمكن المناظرة تمت في استوديوهات فوكس نيوز، وكان حتى مدير المناظرة من فوكس نيوز، ودي معروفة يعني قناة معروفة بتوجهها الجمهوري، يعني المؤيد لحزب ترامب. حتى في النتائج اللي بعد كده كان نجاح كلينتون الحقيقة في الاستطلاعات اللي اتعملت بعد المناظرة على الناس بتؤيد مين أكتر في وجهات نظره، كانت التأييد بالأكتر لترامب على عكس اللي شفناه في المناظرة الأولى مثلا. وده بيقول انه الى حد ما الاوراق بتاعه كلينتون بدات تحترق، يعني الافكار اللي هي كانت بترددها طول الوقت على ان امريكا هي البلد المفتوح للجميع وهي التي تستقبل الكل والكلام ده، يعني لم تستطع ان تثبت صحتها في الفتره الاخيره، خصوصا في الوقت اللي انتقدت فيه روسيا بشكل كبير جدا، رغم ان روسيا هي طرف مهم في الحرب على الجماعات الإسلامية الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. وده اللي خلى أعتقد أنه أسهم ترامب تزيد، لأنه يعني نظر للمسألة من باب أنه لا داعي لأننا نستمر في عداء مع روسيا طالما أن عدونا واحد، وأنه نبدأ نتعاون. واعتقد الخطاب ده يعني هيلقى قبول اكتر لدى المواطنين الامريكيين من خطاب ان احنا نستمر في حرب مع روسيا، خصوصا بعد فشل امريكا في كل الحروب اللي دخلت فيها الفتره الاخيره. لكن الحقيقه اللي كان يعني مزعج واعتقد برضه هيأثر على النتيجه الى حد ما، هو حاجه ملهاش علاقه بالمناظره لكن حصلت امبارح برضه، كان اعلان اداره اوباما، اللي وأوباما هو أيضا ديمقراطي ويتبنى نفس النهج اللي كتبناه كلينتون، إعلانها أنه المساعدات اللي كانت هتوجه لمصر بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار وكانت مرصودة من سنة 2015 تم إعادة توجيهها لدول أخرى أو لمصادر أخرى لم يذكروها ولم يريدوا أن يذكروها. وده يعني الحقيقة غريب، أنه أعتقد أنه إلى حد ما مصر بتعاقب من قبل أمريكا بهذا التصرف على موقفها من سوريا وموقفها الداعم يعني لوحدة سوريا واستمرارها كدولة. وأظن أنه هذه الأموال ربما وجهت إلى مصادر ليها علاقة بالحرب على داعش أو دعم داعش، يعني في مواجهة سوريا نظرا للضربات الأخيرة في أكتر من مكان. فده أعتقد برضه هيكون له تأثير، لأنه بيعطي انطباع سيء عن موقف الديمقراطيين بوجه عام.
مش بس فيما يخص كلينتون يعني، لكن موقف الديمقراطيين لو أن كلينتون هتتبنى نفس النهج وستواصل عليه يعني، فده أعتقد هيكون له مردود سيء على حملتها الانتخابية وعلى نسبة التصويت ليها. طيب بالنسبة للمؤشرات بعد، أو خلينا نسميها المؤشرات الأولية بعد ما خلصت المناظرة، هو الحقيقة كلينتون لسه متقدمة لكن نسبة تقدمها بتقل. يعني مثلا في المناظرة الأولى كانت أغلب الاستطلاعات بتتكلم عن ما يزيد عن 70% تأييد لها، في حين إنه وكان طبعا عندها تأييد كويس جدا من المرأة والأقليات هناك، الأقليات سواء الدينية أو العرقية، لأنها بتمثل حزب كان على سنين طويلة جدا داعم لهذه الأقليات أو بيتحدث باسمهم يعني، فجاي من هنا دعمها ليها. والمرأة طبعا لأنها امرأة والأمريكان عايزين يشوفوا امرأة في الحكم. لكن المرة دي يعني حضرتك لو تقارن النسب، احنا بنتكلم في مثلا كلينتون ما بين 50-55% تأييد، وترامب ابتدت نسبه ترتفع من 60-70. ففي طبعا تحول، لكن اعتقد في النهاية هتكون النتيجة لصالح كلينتون. يعني انا زلت مصرة على الموقف ده، مصرة بالرغم يعني او شايفة في اصوات في العالم العربي شايفة ان ترامب هيكون مفيد اكتر، لانه اعتقد لانه عنده موقف واضح جدا من التطرف، من حركات التطرف والارهاب يعني اللي بتعمل في المنطقه، وانه عنده يعني عنده خطه واضحه لمحاربتهم، وانه هيستخدم فيها كل الوسائل وكذا حسب ما يقول. وكمان نقطه تعاونه مع روسيا، وروسيا ذات علاقات جيده مع اغلب الدول في المنطقه العربيه، وتريد ايضا السلام للدول العربيه، لانه يعني بيمس العمق الاستراتيجي ليها وبيمس امنها القومي بشكل مباشر. فاعتقد من هنا جاي فكره تأييد ترامب لدينا في منطقه الشرق الاوسط. لكن للاسف احنا برضه في النهايه اللي هيحسم الامر هو المواطن الامريكي. صحيح. ويبدو ان مزاج المواطن الامريكي بالاكثر هو في اتجاه كلينتون. واللي هي اصلا قضيه الشرق الاوسط والدول العربيه كلها مش في اولى اهتمامات ولا ثاني ولا ثالث اهتمامات المواطن الامريكي. للاسف صحيح. بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا استاذه داليا زياده مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطيه. احنا لازلنا بنؤكد مهم جدا ان كل الجهود يجب ان تكلل بالنجاح في مساله ان محافظه اعضاء مجلس نواب في المحافظه يتعاونوا مع المحافظ، رجال الاعمال المجتمع المدني كمان، كل ما هو متعلق بالتجاره والتجار وكبار التجار في ان هم ينزلوا بالاسعار للنص. دي مش مبادره مننا كده بنطلقها في الهواء، ده كلام نجح وتطبق وتنفذ على الأرض وبتعمله حاليا محافظة الدقهلية. احنا بندعم التوسع في هذا الأمر، اللي عنده إضافات يضيف، واللي بيشتغل على نطاق صغير يوسع هذا الأمر ويخليها لمدة معينة حتى يتم ضبط الأسواق وضبط الأسعار وتنتهي القصة اللي حصلة ديت. هي من الحاجات اللي أسعدتني وسعادت فريق البرنامج بيبلغوني بيها من شوية، إن نظرا لامتداد البرنامج في محافظات الجمهورية والشكاوى اللي حضراتكم بتبعتوها لنا وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نرد من خلال إرسالها للسادة النواب أو المسؤولين التنفيذيين، ودي ثقة في الأول وفي الآخر حضراتكم منحتوها لينا، يا رب يعني نكون قدها. بس من الأشياء اللي أسعدتني إن هيئة النيابة الإدارية مشكورة، جالهم تكليف رسمي خليني أقول بمتابعة كل الشكاوى بشكل رسمي اللي بترد لبرنامج عين على البرلمان، لمتابعتها بشكل رسمي وبشكل دوري وفتح تحقيق في كل ما هو متعلق بأي شبهة فساد أو إهمال، تكليف رسمي. فخليني أخد طبعا ده شرف لينا وشيء يسعدنا جدا 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 جدا، وأنا برد الشيء لأصله، حضراتكم وثقتوا فينا وبعتوا لنا وإحنا خدناها الحقيقة، فريق الإعداد كمان يمكن أكتر مني دي حقيقة في متابعة هذا الأمر، وبيتعبوا أكتر في إن هم يتواصلوا يمين وشمال مع النواب ومع حضراتكم وياخدوا ويردوا، إنما في النهاية دي ثقة حضراتكم منحتوها وإحنا بنرد الثقة ديت قدر المستطاع. على التليفون سيادة المستشار أحمد العراقي مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية، برحب بحضرتك يا فندم.
انا برحب بيك يا معالي العياشوبي، ويعني صراحه احنا سعدنا بالبرنامج بتاع معاليك. شرف لينا يا فندم. صراحه مع الوزير علي رزق من اول ما تولى الهيئه من 1/7 وهو بيتابع كافه الوسائل الاعلاميه وبالذات البرنامج بتاع معاليك من خلال مركز المعلومات، واي شكاوى معاليك بنرصدها من خلال البرنامج بنتعامل فيها على وجه السرعه، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور، لان معالي الوزير مدي تعليماته ضروره سرعه انجاز التحقيقات لتحقيق العداله النجزه بقدر الامكان سرعه التواصل مع المواطنين مقدمين الشكوى، ان شاء الله نحارب الفساد باذن الله. يعني كلام حضرتك ده يا فندم طمنا جدا واسعدنا جدا 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 جدا، يعني انا مش قادر اقول لحضرتك كل التحيات لكل الساده قيادات هيئه النيابه الاداريه، وشكرا لحضرتك بصفتك مدير مركز المعلومات بهيئه النيابه الاداريه واللي ابلغتنا هذا الامر بشكل رسمي. حضراتكم في حاجات، شكرا ليك سياده المستشار احمد العراقي، في حاجات احنا لا نملك فيها رد، يعني ما نقدرش نتكلم فيها، حاجات متعلقة بموازنة وبخطط دولة وفلوس موجودة واعتمادات ناقصة وقصة كده، دي مش بتاعتنا قوي. إنما كل ما هو متعلق بإهمال أو فساد أو بيروقراطية كل الدولة بما فيهم على رأس الدولة الرئيس بيحاربها، الحكومة بتسعى إن هي تحاربها، بتسعى يعني البرلمان مفترض كمان ان هو بيحاربها، وسائل الاعلام ده دورها الطبيعي ان هي تحارب كل ما هو متعلق بالاهمال وبالفساد وبالبيروقراطيه. هي دي بقى اللي انا بحاول دايما ان احنا يعني نتابع فيها مع حضراتكم ومع شكاويكم المتعلقه بالفساد والبيروقراطيه والاهمال والتقاعس، التقاعس عن ايجاد حلول ربما تكون بسيطه وربما تكون سهله وربما تكون في الامكان. يعني شكوى كده سريعة، والد طالب أحمد محمد مصطفى بالمرحلة الإعدادية اشتكى من مدرس التربية الرياضية، شايفين الصورة، اعتدى على ابنه بالضرب في الأتوبيس داخل مدرسة الكنانة للغات في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وأحدث به كدمات وسحاجات، وده بالغلط لأن المدرس ضرب ابنه وكان بيقصد طالب آخر كمان. أستاذ محمد تفضل يا فندم. أنا شاكر لحضرتك يا فندم. أهلا بيك تفضل. أهلا بيك فندم. الموضوع باختصار، أنا ابني رجع امبارح وفي ظهره العلامات ديت رغم إن الضرب كان مضى عليه أكتر من ساعة ونص، وأكيد طبعا هو لابس هدومه فكل التأثير ده بتاع الضرب بعد ساعة ونص ومن فوق الهدوم عبارة عن ضربات متلاحقة على ظهره باستمرار. القصة يعني مش عارف أقول لك عبارة عن إيه، إن المشرفة بتاعة الباص نزلت بتستعين بمشرف البي اي عشان يبعت لها حد من البي اي، لان في طالب في الباص مش عايز يقعد او حاجه زي كده، مش اكتر من كده. فالمهم مشرف البي اي بعت لها مستر بركات من بتاع الالعاب وطلع الباص، والمشرفه شاورت له على واحد بالتحديد، راح للواحد ده فعلا، اخته كانت قاعده جنبه لانها مدرسه مشتركه، فاخته قالت له لا مش ده يا مستر، ده احمد ده. فمنتهى السذاجه والبساطه راح رايح لابني وقعد يضربه على ظهره المجرح، الضرب المجرح ده رغم ان هو طالع عشان واحد تاني، بغض النظر ابني او حد تاني، هو اصلا غير مسموح له ان هو يطلع الباص، غير مسموح له ان هو يضرب طفل بالضرب المجرح ده. ابني طول اليوم امبارح مش قادر يتني ظهره. المهم انا رحت المدرسه النهارده الصبح وقابلت مديرة المرحلة وهي إنسانة فاضلة مسمونة، وأنا كان كل همي أن أعرف اسم مستر البي إي دوت إيه. فأنا دخلت وبالصدفة كان الطابور لسه شغال، فابني شاور لي عليه، فرحت له بمنتهى التعذيب بقول له اسمك إيه، فرفض يديله اسمه في البدايه. قعدت اقول له، طبعا هو شاف ابني جنبي فعرف القصه فخاف يديني اسمه، اتلمت بقى الناس بتوع المدرسين وكده وجم وقالوا لا هتاخد حقك. المهم
مديرة المرحلة قعدت معنا فوق الساعتين ونص، ومديرة المرحلة اجتمعت بمشرفة البص وبمستر بركات بتاع البي اللي هو ضربه. الاثنين ما انكروش الواقعة خالص ورجعت مكتبها واحنا قاعدين فيه وهي في منتهى التوتر بعد ما شافت صور ابني ديت، وقالت الغريبة ان ابنكم ما عملش حاجة اصلا، وقالت ان هي مش هتسكت على ده وهتحقق في دوت. المهم هي لسه متصلة بي من ثواني يعني قبل المداخلة على طول، انا انتظرت مكالمتها قبل ما اعمل مداخلة عشان اشوف وصلوا ايه، لان انا قلت انا عايز قرار واضح. طيب اللي حصل في الاخر يا فندم، لان انا خرجت بره الوقت الطبيعي للبرنامج، انا اسف جدا، انا اسف جدا. المهم هي اتصلت بي من ثواني وقالت ان الشؤون القانونيه اوصت بفصل المدرس، ده اللي هي قالته لي بالتليفون، فده اللي حصل دلوقتي. طب خلينا نتابع معاكم، انا بشكرك شكرا جزيلا. هنتابع مع حضراتكم، حضرتك يا ريت تتابع كمان معانا موضوع ابنك وايه اللي حصل بالظبط. سلوك سلبي طبعا، سلوك سلبي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يعامل التلاميذ اللي أهليهم سايبينهم أمانة عند المدرسة علشان يتعلموا، والمدرسين دول زيهم زي الأهل، لا يصح أن هم يتم التعامل معهم بهذا الشكل على الإطلاق على الإطلاق. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، حياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.